والله يا فتحي حتى خزيه ونحب المعلم. نحن هذا في العراق برشا من هذا الخليج وقت تحت العراق ونتفكرون على ذاك الكل بشير وصدام وزحاف والكل بالصاع وزي كلهم هربوا. الرؤساء العرب كل خايفين كل واحد يقول ان شاء الله صدام ما يجيش عندي كلها مبلع في الديون امريكا امورها واضحه. واكثر واحد خايف شكون؟ الدونتيست بشار الاسد. بشار الاسد بشار الاسد دونتيست وراقوا عندي. المهم اكثر واحد قريب يفحص صدام ينزل بحذاه. اكثر واحد متملح رئيس غانا هاكا ما قلتش انت انا. كيفاش تشوفها في المعلومات؟ رئيس غانا متخشش برشا رئيس غانا ومتسرح رئيس غانا انا عارف الحكايه بعيد عليه. راقد اتروازور فان دي ماتان راقد في كارتاج نتاع غانا حتى غانا فيها كارتاج. كما غانا كنت المهم مرة ثلاثة وأربعة يضرب التليفون الشخصي اللي بيت النوم عند سيون فيزيك يخرج له النيميرو شو عارف سد شوية ماري الخلعة سيني شوية غازون. المهم قام خاطر مرة ثلاثة وأربعة كي يطلب رئيس غانا فما في غانا حاجة امبوسيبل. هز التليفون وقال الو تتكلم مشينا الاخرى في التاكسي فور. عاش يا زين العرب والله اكبر. شو صدامة وين انت وين شنو هذا الكلب هذا وين وين برسم وين انت حطي نار مش القصة برحمة العزوزة وين لا عاشت جرزون المناضلة والله أكبر. شو جرزونة معنا في مزارة شو هي الحالة شكون انتوما يخوفوا كان مزيان يقول شو في مزارة ما مراك حد شو تقول هذي برحمة بوك روح طلع والله مبلع تبقى في بلد برحمة الحاج هو ما يعرفش عليه بو حاج ولا مش عارف برحمة الحاج روح خوك انا خوك تقول لي انا بقيت بربي تسوي قطات تحوس في السبعين في دخنا وبرا برحمة بوك الاخر سخفوا ما عادش فيهاش قالوا اخلي لك قصي وعدي والله اكبر لا حلو ياسر قصي وعدي وعدت ترابيزيه كفي شنطه شو معناه؟ قاعدين تحت خيمة وناكلوا في الكروفات و... ويلا لازم نزيدو نقولو نزيدو اعطيو تصفيق على الفرقة يلا جو حلو يلا 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 فطار ماما شو رايك؟ انت شبيك ماخذة موقف؟ انا معاك مادام هي معايا انا ما خاف من بس فما حاجة حلوة برشا صارت نسمعها توا هي باش تدوخوا في الضحك الكل. هذه بلديك وباش نقولها بصوت عالي ما نخافش منها. أخرى المدام بتبدا مشاركة معايا في الجريمة. أخباري. فماش واحد يعترض؟ شيفير دي يختار. 7 نوفمبر 87 صار التغيير. 8 نوفمبر فما عيد الشجرة. يعملوا في راس طابير. والله بالحق فايل هذيا. 8 نوفمبر قبل وقت بورقيبة كانوا كي يعملوا الحكاية هذه فما ناس كبار في عمرهم من 87 وانت طالع و70 شو يخرجوهم يشدوا ذاك الصف هذاك وقت يتعدى كورتاج يبداو يا حيا بورقيبة يخلصوهم 5000 يعطوهم شويه زيت ودا شو يفرحوا بهم. النهار اللي صار فيه تغيير وغدوا فما ناس ما عندهمش وقت باش يحضروا الناس اخرين مشاو لنفس الاشخاص هذوك الخدم اللي هما ناس كبار وقالوا لهم راهو غدا باش يمشيو لراس طابير مش بورقيبة راهو تبدل فوق باش تعدتوا يحيى بورقيبة باش تعيطوا يحيى زين عابدين بن علي اوكي اوكي والاخلاص هو بيته كل شيء هو بيته. جا الكبار الساكن وقالوا نسمع خاطر القدم 20 30 سنه يعيطوا يحيى ديسكيت ولا بسوم